إذا للمزيد ينضم إلينا من طهران دكتور عماد أبشناس، الكاتب السياسي ورئيس نقابة مدراء مراكز الدراسات والأبحاث الإيرانية. أهلا بك. يعني بعد مقتل أو تأكيد مقتل حسن نصر الله، أي موقف الآن متوقع من طهران والقيادة الإيرانية، وكيف ترى إيران مستقبل حزب الله؟ هل تعتقد أن إيران ستعيد النظر في استراتيجياتها الإقليمية لتعويض هذه الخسارة على المستوى القيادي؟ تحياتي لك وللمشاهدين الأعزاء. في الواقع السيد حسن نصر الله وصل إلى مناه وهو الشهادة، يعني أكثر ما يعني أكثر شيء ممكن أن يصل إليه المسلم هو أن يستشهد وأن لا يموت، والسيد حسن نصر الله وصل إلى مناه. ولكن أنا أتصور أن عمليا هذا الأمر سوف يؤدي إلى تصعيد كبير جدا في المنطقة في الصراع. يعني عمليا إيران لن تسكت على هذا الموضوع، وجبهة المقاومة لن تسكت. ورأينا في الخطاب أو الرسالة التي نشرت باسم المرشد منذ تقريبا ساعة بأنه أعلن نوعا ما الجهاد ضد إسرائيل. يعني عمليا الجميع يجب أن يتكاتفوا لمهاجمة إسرائيل. وأتصور أن نتنياهو بهذا العمل وقع على يعني سك يعني موت الآلاف من الإسرائيليين الذين سوف يعني يخسروا حياتهم بسبب هذه الخطوة لنتنياهو وفريقه الحاكم في إسرائيل. نعم. طيب، حضرتك قلت أن إيران لن تسكت، كيف ستتعامل إيران مع إمكانية التصعيد، أي تصعيد عسكري جديد بين حزب الله وإسرائيل بعد مقتل حسن نصر الله؟ وهل تتوقع أن تتدخل إيران بشكل مباشر، أم يعني سنرى كما كنا نراه سابقا، يعني الحفاظ على توازنها الإقليمي؟ يعني كل شيء اليوم موجود على الطاولة. أنا أتصور أنه يعني لحد الآن الصخور في إيران كانوا مصرين على ضرورة توجيه ضربات كبرى لإسرائيل، وحتى جر إسرائيل إلى حرب كبرى بسبب تصرفاتها، اعتقادا منهم بأن السبيل الوحيد لوقف هذه المجازر التي تقوم بها إسرائيل هو أن تفهم إسرائيل بأنها سوف تواجه الدمار. يعني لحد الآن كان هناك فريق من الحمائم الذين يصرون على ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي. اليوم أتصور أن هؤلاء يعني لم يعد لديهم صوت، الصقور بات صوتهم أعلى، وسوف يفتح يد هؤلاء للتصرف. وعندما يفتح يد هؤلاء للتصرف عمليا أتصور أن أبواب الجحيم سوف تفتح على إسرائيل. طيب، أبقى معي قليلا ضيفي الكريم، سأضطر إلى الذهاب إلى مراسلتنا في لبنان سارة شحادة لإطلاعنا على أبرز التطورات الحالية. نعم أريج، حزب الله ينعي رسميا أمينه العام حسن نصر الله في بيان رسمي هو يؤكد عملية اغتياله في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم أمس. صدر البيان الرسمي عن حزب الله أو عن العلاقات الإعلامية التابعة لحزب الله في بيان، أقرأ بعض مما ورد في البيان. ويقول البيان بأن قيادة حزب الله تعاهد الشهيد الأسمى والأقدس في مسيرتنا المليئة بالتضحيات والشهداء أن تواصل جهادها في مواجهة العدو وإسنادا لغزة وفلسطين ودفاعا عن لبنان وشعب
شعبه الصامد والشريف. إذا بعض مما ورد في البيان تؤكد فيه العلاقات الإعلامية التابعة لحزب الله عملية اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله. طبعا اليوم لبنان أمام منعطف خطير يستعد لعدة سيناريوهات للتداعيات قد يواجهها لبنان. هناك عدة احتمالات يعني قد تطرأ على البلاد. بطبيعة الحال هناك حالة تأهب أيضا كبيرة، هناك تخوف من أن يكون هذا الأمر يليه مناورات أو عملية توغل برية إلى لبنان. كل هذه التطورات الخطيرة اليوم يعني لربما يعني يكون هناك أسوأ بانتظار البلاد. هناك استمرار لعمليات أيضا الغارات الإسرائيلية على لبنان، تستمر أيضا الغارات من جنوب لبنان إلى حتى بيروت. هناك استهداف أيضا لفان لنقل الركاب على أوتوستراد زحلة عند مستديرة المدينة الصناعية. غارة أخرى طالت شتورة في البقاع من دون وقوع إصابات. قصف مدفعي إسرائيلي أيضا على يارون ومارون الراس وبنت جبيل في الجنوب اللبناني. عدة غارات إسرائيلية أخرى تتعرض لها البلاد أدت إلى سقوط 4 ضحايا أيضا في مجدل سلم واستهداف آخر في جبشيت وكفر رمان. حتى الآن الجيش الإسرائيلي يقول بأنه ضرب أكثر من 140 هدف لحزب الله منذ الليلة الماضية، أو 3 غارات جديدة منذ ساعتين تقريبا استهدفت المنطقة الواقعة ما بين الشياح وعين الرمانة على طريق صيدا القديمة بالقرب من كنيسة مارم خايل. هناك تطورات كبيرة ولافتة يعيشها لبنان. ننتظر أيضا الجلسة الحكومية التي يعقدها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عند الساعة 7:30 من مساء هذا اليوم للوقوف على آخر التطورات والمستجدات الحاصلة في لبنان. بطبيعة الحال القطاع الاستشفائي يعيش أصعب لحظاته، هو يحاول استيعاب موجات المصابين والجرحى الناتجة عن القصف الإسرائيلي. هناك ضغط على الخدمات الصحية والاستشفائية، ما زالت حتى الساعة عمليات الإسعاف والإنقاذ مستمرة من تحت الركام في الضاحية الجنوبية لبيروت. نعم، إذا سارة شهادة مراسلة المشهد ابقي معنا، سنتابع معك التطورات على مدار اليوم لاحقا، ونعود مرة أخرى إلى الدكتور عماد أبجناس الكاتب السياسي من طهران. إذا كنا نتحدث عن كيفية تعامل إيران في المرحلة القادمة، حضرتك قلت أن إيران لن تسكت، لكن قبلها كان هناك اغتيال إسماعيل هنية في إيران، والآن إسرائيل تستهدف حسن نصر الله. ويعني بعد مقتل إسماعيل هنية استمعنا كثيرا إلى يعني تصريحات الإيرانية بالرد، لكن حافظت إيران في هذه الأثناء على رباطة جأشها وتوازنها الإقليمي. حضرتك تقول أن إيران لن تسكت الآن بعد مقتل حسن نصر الله، كيف ستتعامل إيران؟ يعني عمليا بعد مقتل الشهيد اسماعيل هنية ارسل الامريكيون وفود ورسائل عديده الى الايرانيين يدعوهم للتريث كي يعني تنجح عمليه وقف اطلاق النار في غزه، ولكن راينا ان الامريكي كان فقط يشتري الوقت الاسرائيلي، وحاليا الامريكي هو شريك في هذا الاجرام، يعني إن كان أمنيا استخباراتيا. حتى بعض الذين تم اعتقالهم من الجواسيس اعترفوا سابقا يعني أنهم قبضوا أموالا من السفارة الأمريكية في بيروت، ولهذا أتصور أن الجيش اللبناني قام بتطويق المنطقة خوفا من أن يتم مهاجمة السفارة الأمريكية. وعمليا الأسلحة المستخدمة كلها أمريكية، أجهزة يعني
الأقمار الصناعية، الطائرات، الصواريخ كلها أمريكية، وهذا يعني أن الأمريكي أيضا بات شريكا في هذا الموضوع. وعمليا حتى مع أن الأمريكي يقول أنه لا يريد أن يدخل حربا في هذه المنطقة، ولكن بسبب ما قام به من تأمين الأموال والأسلحة والدعم السياسي والأمني والعسكري لإسرائيل، اليوم هو شريك، وهو أيضا يجب أن يتحمل المسؤولية عما تفعله إسرائيل. وأتصور أن السياسة المقبلة سوف تكون على هذا الأساس، أن الأمريكي شريك مع إسرائيل، وما تفعله إسرائيل يجب أن يتحمل الأمريكي أيضا المسؤولية في هذه المنطقة، وليس أنه ينأى بنفسه يقول أن لم يكن لدي علم بما سوف يفعله نتنياهو، أو أنه بات كلبا مسعورا فلتان لا نستطيع السيطرة عليه. هذه لم تعد يعني تفيد أحد من الآن وصاعدا. أتصور أن الذي كان الجميع يعني يحاولون تفاديه سوف يحصل، لربما يحصل نتنياهو على حرب كبرى كان يتمناها، ولكن الخاسر الأكبر بالتأكيد سوف يكون الإسرائيليون. يعني من الآن وصاعدا أتصور أن الضوء الأخضر لاستهداف الإسرائيليين يعني صدر، وقام نتنياهو ب يعني فتحه، وكل جبهة المقاومة سوف تدخل المعركة، والدول التي كانت تريد تفادي الحرب الكبرى في هذه المنطقة يجب عليها هي أن تفهم أن لأنها لم تتصرف تجاه إسرائيل، اليوم المنطقة سوف تدخل حرب كبرى. طيب، إيران تواجه ضغوطا دولية متعددة فيما يتعلق بالملف النووي والتوترات مع الغرب، كيف يمكن أن يؤثر الآن مقتل حسن نصر الله على حسابات إيران في هذه الملفات؟ يعني خليني أضعها في هذا السياق، من السذاجة أن نتصور. إذن عذرا المقاطعة هنا، لكن نشاهد هذه الصور الآن المباشرة، هناك قصف جديد في جنوب لبنان، قصف شديد ومكثف من جديد في جنوب لبنان. نستمع أيضا إلى أصوات الانفجارات في الوقت الحالي وتصاعد هذا الدخان الكثيف. إذن في هذه الأثناء يتعرض الجنوب اللبناني إلى قصف جديد. نعود إليك دكتور عماد، ويعني يتعرض الجنوب اللبناني من جديد إلى قصف يأتي بعد إعلان مقتل حسن نصر الله من الحزب. يعني يبدو أن التصعيد يعني مازال مستمر ولم ينتهي بمقتل حسن نصر الله، وحضرتك ذكرت قبل قليل أن الموقف الإيراني لن يسكت بكل تأكيد في حال تم التصعيد. إيران أيضا تواجه ضغوط متعددة فيما يتعلق بملفها النووي، فكيف سيؤثر الآن كل هذا ومقتل حسن نصر الله على حسابات إيران؟ يعني أولا من السذاجة أن نتصور بأن الولايات المتحدة سوف ترفع العقوبات على إيران عبر المفاوضات أو عبر مثلا التوصل إلى اتفاق جديد أو غيره. هذا لن يحصل، الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات عن إيران. إذا ما كانت إيران قد بدأت مشروع المفاوضات كان هدفها التهدئة، وهناك اتجاه في إيران يعتبر أنه إذا ما تم إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي سوف تكون هذه ضربة كبرى لنتنياهو. ولكن الآن أتصور أن الظروف تغيرت بشكل كبير جدا. يعني الصقور الذين كانوا ينادون بضرورة يعني مهاجمة إسرائيل من شتى الاتجاهات وإشعال فتيل الحرب، هؤلاء بات صوتهم أعلى، ولا أتصور أن الذين ينادون بالمفاوضات
سوف يكون لهم حظ أو فرصة أمام هؤلاء الصقور بعد هذا الحادث. طبعا ما هي الخطط، كيف سوف يتم الرد، وبأي شكل، بأي مستوى أو أي مدى، يعني هذا كله يعود للقرار السياسي والعسكري. ولكن بالتأكيد أتصور أن هذا الموضوع لن يمر مرور الكرام، وسوف يشعل يعني يؤدي إلى تصعيد لا يحمد عقباه. نعم طيب عذرا لكن فقدت الصوت قليلا. لدينا دقيقتين دكتور عماد، أريد الإجابة في خلال هذه الدقيقتين. كيف ترى القيادة الإيرانية مستقبل حزب الله بعد مقتل نصر الله، خاصة فيما يتعلق بتعيين قيادة جديدة؟ هل تتوقع أن تكون هناك يعني شخصية جديدة يمكنها أن تلعب دورا مماثلا في الحفاظ على العلاقات القوية بين حزب الله وإيران؟ يعني بالتأكيد حزب الله لم يتم بناءه على أساس شخص، يعني منذ بداية تشكيل حزب الله عمليا تم بناء حزب الله بشكل أنه حتى لو فقد أمينه العام هذا الحزب لن ينهار، حتى لو فقد كل قيادته هذا الحزب لديه القدرة على الصمود. رأينا سابقا قامت إسرائيل باغتيال الشهيد موسوي، ولكن في النهاية جاء السيد حسن نصر الله الذي يعني قام برفع مستوى عمل الحزب وشدة عمل الحزب تجاه حزب الله. أنا أؤكد لك أن الذي سوف يأتي بدلا للسيد حسن نصر الله بالتأكيد سوف يستمر في هذا النهج ويزيد من قدرات حزب الله ضد إسرائيل. وصلت الفكرة دكتور عماد أبشناس الكاتب السياسي، كنت معنا، شكرا لك على مشاركتنا هذا الحوار.